كتب المستشار أحمد عبد ماهر على صفحته على الفيسبوك البوست ده هو: سؤال لكل أزهري، كيف تقولون بحرمة التبني بينما أنتم تأمرون زوج المرأة التي ثبت زناها وأنها أنجبت من الزنا أن يتسمى أولاد الزنا باسم الزوج المخدوع وتلزمونه بتربيتهم والإنفاق عليهم؟ أليس هذا تبني إجباري؟ بل أنهم في هذه الحالة يرثون قانونا ذلك الزوج المخدوع حال وفاته. وهنشوف برضو الدكتور خالد منتصر قال ايه عن الموضوع ده اهو، وايه اللي خلاهم يفتحوا الموضوع ده هو اصلا، وايه الحالة اللي ثبت فيها الزنا وتم نسب الاولاد للاب المخدوع رغم ان الاولاد مش من صلبه. كتب الدكتور خالد منتصر السبت اول ابريل 2023 البوست ده هو، كتب فيه: لو في اطفال مش اولادك بالدي ان ايه هم عيالك برغم انفك. ليه طيب؟ لان الشرع بيقول الولد للفراش وما نقدرش نخالف الشرع، بس التبني حرام لانه اختلاط انساب. وحط بعض الروابط، منها الرابط ده بيقول: أصدرت محكمة كفر شكر الجزئية حكما فريدا من نوعه برفض دعوى نفي نسب الصغير رغم تأكد الأب من نسب الصغير من خلال إجراء البصمة الوراثية الدي إن إيه، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى مستندة إلى مبدأ أن نفي النسب لا يكون بالإحالة للطب الشرعي ولكن باللعان فقط. يعني ده بيلعن دي ودي بتلعن ده، والمفروض الزوجة تشهد 4 شهادات بالله انه بيكذب وبيدعي عليها، والخمسة الشهادة الخامسة يعني ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فالمحكمة تاخد بكده وما تاخدش بكلامه ان هو بيتهمها بالزنا. وقد اثارت قضية الزوجة التي قامت بخيانة زوجها لمدة 11 سنة وأنجبت 3 أبناء من عاشقها ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إنكار الزوج لنسب أبنائه الثلاثة منها بموجب تحليل البصمة الوراثية الدي إن إيه، مؤكدا أنهم ليسوا من صلبه وأن زوجته التي تحمل اسمه وشرفه تخونه منذ الشهر الأول للجواز، وذلك أثناء عمله بشرم الشيخ ثم سفره إلى دولة خليجية للعمل بها لتحسين ظروف معيشتهم. وتقدم الزوج للمحكمة بالعديد من التسجيلات التي تمت بين زوجته وعشيقها التي زودته بها زوجة العشيق، ثم شهادة الشهود والعديد من القرائن الأخرى مصحوبة بالإضافة إلى تحليل البصمة الوراثية، فأصدرت المحكمة حكمها بالحبس 3 سنوات لكل من الزوجة والعشيق. ولكن المأساة عندما تقدم الزوج لمحكمة الأسرة بقضية إنكار نسب أولاده الثلاثة من زوجته مؤيدا بتحليل البصمة الوراثية الدي إن إيه. المفاجأة بقى إن المحكمة رفضت اعتماد البصمة الوراثية ورفضت القضية بناء على الحديث النبوي الوارد في الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن المحاكم الشرعية المصرية لا تزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشبه أو نسب أولاد الزنا للزوج، ورفضوا ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشبه، وإلا سيكونوا مرتدين لإنكارهم حديث نبوي. وقد سبق لمحكمة النقد المصرية في الطعن رقم 958 لسنة 74 قضية في العام أن قالت:
القاعدة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أول هو أن يكون نفيه وقت الولادة، ثاني هما أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. الغريب أن حكم محكمة النقض صدر في العام 2008 في وقت أصبحت البصمة الوراثية معترفا بها علميا، ولكنه الخوف من إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ورغم أن بعض رجال الدين وقتها قالوا أن هذا الحديث كانت له ظروفه في زمن لم يتقدم فيه العلم إلى الإثبات بالبصمة الوراثية، ومنهم الشيخ سيد زايد عضو لجنة الفتوى في الأزهر بين 3 أطفال من عمر 5 أعوام إلى عمر 11 سنة وملزم بتربيتهم والإنفاق عليهم، وهو يعلم علم اليقين أنهم ليسوا أبنائه، ولو كان تبناهم من أحد الملاجئ لكان ذلك أفضل كثيرا، لأن التبني كان سيكون باختياره الحر. فما هو شعوره وما هي الأفكار التي يتصارع معها بين ما ذنب هؤلاء الأطفال وما ذنبه ليربي أبناء ليسوا من صلبه، ويلزمه القانون بالإنفاق عليهم، ووجودهم معه سيذكره دائما بخيانة أمهم له؟ انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. طبعا البوست بتاع دكتور خالد منتصر ده هو طبعا بسبب برضو شنودة اللي مرفوض ان هو والديه يتبنوه، وتعالوا نشوف اخر ما حدث واسرار كشفها المستشار احمد عبده ماهر. كشف المستشار احمد عبده ماهر والمستشار كرم غبرائيل اسرار رهيبة الخميس 30 مارس 2023 عن كواليس الافراج عن الطفل شنودة وارجاعه لوالديه بالتبني فاروق وامال من خلال مداخلتهما مع الإعلامية نادية يوسف على قناة سيسات الفضائية. في البداية شكرت نادية يوسف 4 أشخاص، وقالت أنهم وراء خروج شنودة من دار الرعاية، وأولهم المستشار أحمد عبد ماهر الذي استغاث بالرئيس السيسي وقال له: يا ريس، القضاء خلع إيده من القضية وحكم بعدم الاختصاص، قدامك 30 يوم لن نقدم فيهم طعن، ونرجوك أن تصدر عفوا عن شنودة، فيمكنك أن تتدخل الآن لأن القضية الآن ليست بمحكمة، وبالتالي لو أصدرت عفو يبقى يعتبر أنه لا يوجد تدخل في العمل القضائي أو في عمل المحكمة. أيضا شكرت النائب العام لسرعته في تنفيذ أوامر الرئيس. أيضا شكرت مريم يوسف لأنه لولا الفيديو اللي عملته وما كانتش المية هتتحرك، ولم تكن رانيا تذهب لعمل الدي ان ايه مما عجل بخروج شنودة. أيضا شكرت الجندي المجهول في هذه القضية حسب وصفها، وهو زوج رانيا الذي احتوى رانيا وقبلها رغم أنها أسلمت ورجعت بعد كده للمسيحية، فقبل رجوعها واحتواها لأنه عارف إن الكل بيغلط حتى الأنبياء، وفتح لها الباب وما قفلوش في وشها ودعمها، وراح كمان معاها للنيابة وفي الدي إن إيه أم عملت الكشف هناك. ثم انتقدت نادية يوسف بعض مواد الدستور التي تتناقض مع بعضها، وأيضا انتقدت تأخر فتوى الأزهر والمفتي رغم أن القضية استمرت لمدة أكثر من سنة ولكن لم تصدر الفتاوى إلا مؤخرا. ثم تم الاتصال بالمستشار مايكل لوح اللي هو محامي رانيا فوزي، وبين أن بعد الاتهام البشع الذي طال رانيا أصرت على إثبات براءتها، وأصرت على عمل الدي ان ايه وذهبت للنيابة
واستمر التحقيق 6 ساعات معاها من 8 بالليل تقريبا لغاية 2 الصبح، وقال إن هي ما كانتش بتحب الظهور ولغاية دلوقتي ما بتحبش الظهور وبتحب تاخد حقها بالقانون من كل من أساء إليها. ثم بعد ذلك تكلم المستشار أحمد عبده ماهر، والذي قال الشكر الأساسي لكل شعب الكنيسة وشعب مصر مسلمين ومسيحيين اللي دعموا شنودة ودعموا رجوعه لأهله وليس للخطائين. وقال أنا المفروض مشكورش الأزهر والمفتي لأنهم اتأخروا في إصدار فتاويهم، ولازم نفهم إن لو حكمت أي محكمة بالبراءة لأي متهم يبقى بالتالي النيابة مخطئة. وأيضا قال لا يجب أن نشكر المجلس القومي للطفولة والأمومة لأنهما لم يفعلا شيء يذكر. أيضا شكر الإعلام الخاص بالذات، وقال إن الإعلام الحكومي لم يذكر أصلا القضية، وقال إنه امتنع عن المشاركة في الشو الإعلامي بعد الإفراج عن شنودة حتى لا يضطر إلى شكر أي أحد ممن يراهم مخطئين. المهم بعد كده اتصل المستشار كرم غبرائيل وبين أنهم لم يخطئوا في القضية، ودافع عن نفسه وعن قول أن القضية فاشلة، وقال إن القضية مرفوعة صح 100%، وقال إن السيسي لم يتسلم الرئاسة من الأزهر أو من الكنيسة، بل تسلمها من المحكمة الدستورية، وكان يتمنى أن يتم الإفراج عن شنودة بحكم محكمة وليس بأوامر من السيسي. وكشف إن ملك الملوك الله القدير حرق قلب الملك الأرضي اللي هو السيسي ليصدر أوامره ويرجع شنودة لوالديه، كما كشف أن كلمة تسليم الطفل مؤقتا معناها أن السلطة انتوت تعويض شنودة عن الحرمان من الزيارة المدة السابقة، وذلك بتسليمه لأهله بسرعة دلوقتي، ثم عمل الإجراءات الورقية فيما بعد على مهلهم، لأن هو كان ممنوع عنه الزيارة خلال السنة اللي فاتت وهو في دار الرعاية، وكان فاروق وأمال بيتقطعوا عشان مش عارفين حتى يشوفوا، وقال إن المسجون في أي سجن لا يمنع عنه الزيارة، ولكن شنودة كان ممنوع عنه الزيارة. أيضا كشف معاناته يوم الإفراج عن شنودة من وزارة التضامن الاجتماعي، يعني سلموه لهم بعد حوالي 6 ساعات، حيث تم منع المحامين أيضا من حتى رؤية الأوراق التي يوقعها فاروق وأمال، كما أنه خدعوا الصحفيين والمحامين وقالوا لهم استنونا في القاعة اللي تحت عشان نسلمهم ليكم تسليم حضاري، وبعد ساعات من الانتظار راحوا سلموا الولد لفاروق من بره بره، وفوجئ الصحفيين والمحامين بأن فاروق في الشارع ومعاه شنودة، ولا كان في تسليم حضاري ولا غيره، كما أن الولد أما دخل في العربية كان في حوالي 9 في العربية، واستفرغ في عربية المستشار وباظت البدلة بتاعة المستشار والفتيس، وكمان بهدل زوجة المستشار اللي كانت معاه في نفس العربية، واضطر ان هو يروح للمستشفى بسرعة، والشارع وقف وعملوا إعاقة للمرور، كان يوم صعب جدا. وقال ان نظام الأسر البديلة سيكون لشنودة الاسم الأول اللي هو شنودة، واسم الأب اللي هو فاروق، واسمين آخرين هيكونوا عشوائيين، يعني مش هيكونوا بقية الاسم بتاع الوالد اللي هو فاروق، كما أنه لا يرث في حالة لا قدر الله
وتوفي الأستاذ فاروق، ولكن كما يقال شيء أحسن من لا شيء. ولما سألته الأستاذة نادية يوسف: أنت شفت الصليب على إيد شنودة؟ قال إن فعلا هو شاف الصليب، ولكنه تعجب من كبره بالنسبة لحجم يد شنودة، وقال: يعني أنا حاطط صليب على إيدي، ولكن الصليب اللي على إيدي أصغر بكتير من الصليب اللي على إيد شنودة، واستعجب من الموضوع ده هو. كما كشف أن وزارة التضامن الاجتماعي منعت المحامين من رؤية الأوراق التي وقعها فاروق وأمال، وكشف أنهما لم ينالا حظهم من التعليم، وبالتالي هما ما يعرفوش هما وقعوا بإمضتهم على إيه، ولكنه قال أنهم سيطالبوا بصورة من هذه الأوراق. الحمد لله على رجوع شنودة، وكانت فرحتنا كبيرة برجوعه. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.